عسلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اول حاجه نختني من وقت لوقت نصلي فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما تشوفوا فيديونا اليوم هو قررت من مده اني باش كل مره نشارك معكم الوصفات او شنو ناكل بالضبط، شنو نتبع بالضبط، خاصه اني نعمل حميه غذائيه يعني اللي هي الكيتو دايت، كيتو كلاسيك بالتفصيل يعني بالضبط كيتو كلاسيك نعمل. كيف ما شفتوا هنا اول ما قمت الصباح عملت قهوه فلتر في الكافيتير عملتها، وبالزبده حطيت فيها 20 غرام زبده، ذوبتها زبده هذيك في وسط القهوه وشربتها وهي سخونه. بالطبيعه القهوه هذه انا نبدا بها الصباح اول حاجه خاطر تنشطني، وثاني حاجه باش تبدا قبل الماكله، يعني قبل الماكله بساعه بطبيعه الحال، لازمها تكون قبل الماكله بساعه والا بعد الماكله بساعتين، باش نخلو لبدنا الوقت باش يهضمك الماكله ويستنفع. ولهنا بالطبيعه وقت اللي باش ناكل يعني باش نفطر فطور الصباح، عندي لهنا كيف ما تشوفوا ملح الهيمالايا، ماذا بيكم تاخذوا اللون هذا الروز، عندي كاس ماء كيف ما تشوفوا. هذه الطريقه اللي باش نحضروا بها المحلول الكيتوني. المحلول الكيتوني هذا راهو حاجه لازمه 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 في الكيتو، لهنا عندي خل تفاح طبيعي معمول في الدار، وبالطبيعه عندي عصره قارص، لهنا المغرفه الصغيره نتاع القهوه هذيك اللي باش نكيل بها، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره قارص، ومغرفه صغيره خل التفاح، وبالطبيعه تصب عليهم 250 مللتر ماء معدني والا حتى ماء شيش عادي، المهم يكون ماء. بالنسبه للدوره نتاع المحلول الكيتوني هذايا راهو يحافظ على النشاط نتاع الجسم ويخلي الجسم نتاعكم ما يدخلش في الفتره نتاع الخمول، وحاجه اخرى راهو يعطي البدن الاملاح اللي تنقص في مثلا فك الليامات هذيك اللي نبدو نقصوا. ساعات البدن يتعب تحس روحك فاشلين مثلا ولا وجاع راس ولا حاجه، بالنسبه للمحلول الكيتوني هذايا راهو يعاون باش ما تحسوش برشا وجاع في روسكم، خاطر هذيك مرحله ولازم تتعدوها، ما تحسوش برشا وجاع في الراس، ما تحسوش بالخمول اللي هو نقولوا نحن الفشله، تحسوا روحكم ديما ناشطين، وفي نفس الوقت راهو نقولوا نحن باللغه العاميه يدور المصارن، يعني بعد ما تاكلوا الماكله ديريكت حاشاكم تمشوا للتواليت بطبيعه، يسهل التنظيف نتاع المسار، صدقوني هذايا عن تجربه. وبالنسبه للكيتو راهي حاجه لازمه، هذايا المحلول الكيتوني راهي حاجه لازمه ولازم يتشرب قبل كل وجبه ربع ساعه بالضبط، يعني 15 دقيقه قبل كل وجبه لازم المحلول الكيتوني هذايا تحضروه وتشربوه، وبعد تاكلوا الماكله نتاعكم بالطبيعه كل نهار وقسموا. بالطبيعه باش ناكلوا الخضروات يعني الخضره الورقيه نحاولوا نكثروا منها، كيما الخس كيما الجرجير كيما الشبت كيما المعدنوس، شويه بصل الاخضر بالطبيعه، توا موجود في الفصل توا البندلاقه والا البندلاقه كيما تتسمى والا الرجله والا كل واحد فيش سماها، نحنا في حق في سيدي بوزيد نسموها بليبشه، متوفره توا خاصه توا هذايا وقتها، نجموا تعملوا بها زيد سلطه، هي في حد ذاتها صحيه في نفس الوقت هي تابعه الخضر الورقيه. بالنسبه هذايا المحلول الكيتوني حاضر باش نشربه وربع ساعه، بعده بربع ساعه بالطبيعه باش نفطر فطور الصباح، لو نوريكم شنو بالضبط فطور الصباح شنو افطرت بالطبيعه، ونوريكم زاده العشيه شنو كليت، خاطر بما اني فطت الشهر وليت نعمل وجبتين اقهوي، يعني نقصت كنت نعمل ثلاثه وجبات. بالنسبه ليكم انتم اللي يبدا يعني يبدا جديد مازال جديد في الكيتو، لازم قبل يعني على الاقل جمعتين ثلاثه جمعات يعمل ثلاثه وجبات يوميا، ثلاثه وجبات باش ينجم من بعد ثلاثه جمعات والا شهر ينجم ينقص وجبه وياخذ وجبتين اكهو في النهار. مثلا فطور الصباح لازم يكون 8 نتاع الصباح، فطور نص النهار لازم يكون نص النهار، وفي العشاء لازمكم تتعشوا 8. لهناك ما تشوفوا هذايا فطور الصباح نتاعي، كعبه صغيره خيار، اربع كعبات طماطم شيريز، وكعبتين عظم مسموطين، بالطبيعه رشيت عليهم ملح بيو اللي هو ملح الهيمالايا، وصبيت عليهم مغرفتين زيت زيتونه. الزيت زيتونه راهو لازم منه، لازمنا ناخذوا كميه كبيره من الدهون نتاعنا حسب البدن شنو يستحق من الدهون، سواء تكون زبده والا دهين والا زيت زيتونه والا شحمليه، يعني مسموح بهم الزيوت الحيوانيه والزيوت الطبيعيه كيما زيت الجلجلان والا زيت الجوز الهند والا زيت الزيتونه. بالنسبه للدهون الحيوانيه اللي هي الزبده والدهان والشحم كيف ما قلت لكم. لهنا كيف ما شفتوا في العشيه يعني بديت نحضر للعشاء، بالطبيعه المحلول الكيتوني هذا كنعاود نشربه مره اخرى نص النهار، حتى ولو مانيش باش ناكلوا الوجبه المحلول الكيتوني هذاك راهو حاجه لازمه، لازمنا نشربه ثلاثة مرات في النهار. هنا كيف ما تشوفوا حطيت مغرفه نتاع زبده في المقله، وباش نعمل اومليت، الاومليت نتاعي باش نعملها بالمعدنوس والبصل كيف ما شفتوا، كعبتين عظم قصيت فيهم شويه معدنوس وقصيت فيهم شويه بصل اخضر كيف ما شفتوا، وحطيت مفكه زبده هذيك باش نطيب اومليت. بالنسبه للعظم مسموح لك في النهار اربع كعبات عظم،
خاطر العظم هي تعوض لنا البروتين. تنجموا راهو تاخذوا كعبتين عظم الصباح طور الصباح، وتنجموا في نص النهار تاكلوا دجاج، وفي العشيه تاكلوا دجاج والا تاكلوا لحم احمر. وبطبيعه تقسموا مسموح لكم بالعظم بالدجاج بالحوت بانواعه، يعني بغليل البحر بانواعها، وبطبيعه اللحم الاحمر بانواعه. هذايا المسموح. الخضر الورقيه كيف ما قلت لكم، البطاطا ممنوعه، السفناريه ممنوعه، الجلبانه ممنوعه، الفول الاخضر ممنوع، فقط اللوبيا الخضراء راهي مسموحه، والا الجنويه تنجموا طيبوها بالعلوش وتاكلوها بالمغرفه عادي. الملوخيه زاده راهي مسموحه. هذه الاومليت نتاعي توا حاضره كيف ما شفتوا، وبالطبيعه باش نقص معاها سلايطه نتاع خس، وبالطبيعه المحلول الكيتوني لازم يكون معاها كيف ما شفتوا. صدقوني راهو حاجات سهله من حاجات بسيطه في الدار، ما تهونوش، ما تعملوش هكا تخمم مثلا باش ندخل الكيتو دايت لازمني نعمل ليست ولازمني نمشي نقضي ونعمل لها بروجرام. لا بالعكس، استهلك اللي موجود في الدار، استهلك الموجود عندك في الدار. اما الحاجات الاساسيه لازم متوفروا عندك في الدار اللي هما ملح الهيمالايا واي ملح بيوسيل، الخل نتاع التفاح الطبيعي لازم يكون طبيعي، تنجموا تشروهم من الفارماسي متواجد، والقارص بالطبيعه والماء، هذوكم حاجات اساسيه. والا سكر ستيفيا مثلا هذاك تنجموا زاده تشروه، هذوما من الحاجات الاساسيه. وهذيك ما شفتوا الاومليت نتاعي حاضره، قصيت معها سلايطه نتاع خس بالطبيعه مفوحه بزيت زيتونه وملح بيو وشويه فلفل اكحل. بالطبيعه الاومليت نتاعكم تنجموا تفوحوها باللي تحبوا، الفواحات راهي مسموحه كيف ما شفتوا. حاجات سهلين، دبارات سهلين، وصدقوني على قد ما تزودوا الزيوت في الماكله نتاعكم على قد ما تحسوا رواحكم متقنعين وشبعانين كيف ما شفتوا. حبيت نشارك معكم الفيديو هذايا، نشارك معكم بالتفاصيل الوجبات اللي نتناولها في البريود هذه نتاع الكيتو دايت. ان شاء الله يا ربي الفيديو عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه. نتمنى انكم تشجعوني بلايك وكومنتير باش نزيد نقدم. ما تنسوش تبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم وحبيبكم باش تعمل فايده. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد، وفي امان الله.